الاهلي وتدريباته اليوم. الاهلي اتمرن الساعه 9 صباحا، واللعيبه الدوليين كلهم كانوا موجودين، فيهم اللي عمل تمرين كامل وفيهم اللي يدوب كان تمرين استشفاء. مصطفى شوبير بعد اولى مباريات الدوليه وتالقه بالامس مع النادي الاهلي مع ميشيل يانكون، طبعا نفسيته حلوه ومبسوط ومرتاح، لانه هو كان نفسه حته انه يبقى دولي وربنا اكرمه بيها، لأنه يستحق عن جدارة واستحقاق على مجمل ما قدمه مع النادي الأهلي خصوصا في العام الأخير. وباقي بقى كل زملائه، رامي ربيعة بطمنكم على رامي ربيعة، حالته 100 فل و14 وسليم، وإن شاء الله هيكون في قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد اللعب من عدمه. ده بتاع المدرب مارسيل كولر مش بتاع اللعيبة، لكنه زي ما قلت لكم اللعيبه كلها باستثناء الاصابات الكبيره، كريم فؤاد، محمد هاني، طبعا علي معلول، واصلا علي لسه لم يتم قيده حتى هذه اللحظه، وايضا اسامه ابو علي مش موجودين في مباراه الاتحاد السكندري. الروح المعنويه بتبان، الشكل بيبان على اللعيبه، النجم الخلوق الجميل عمرو السوليه لسه رضا 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 ده ان شاء الله باذن الله، بس لما ياخد فرصته كامله اقسم بالله هتشوفوا لعيب من طراز عالمي. انا نفسي رضا ياخد فرصته كامله، لان انا اصلا كنت متابع رضا يا جماعه في الجيش الملكي. ده الجيش الملكي كان بقاله سنين وسنين ما خدش الدوري، وخده كان الفضل الاول لرضا سليم الحقيقه، يعني لسه ما اظهرش 20% من امكانياته رضا سليم يعني، لكن تشعر انه في حلقه ياسر ابراهيم كمان في حالة معنوية ونفسية جيدة. الحراس الأربعة العظام شناوي وشوبير وحمزة ومصطفى مخلوف، جدية ما بعدها جدية في تدريبات وإحماءات الفريق وإطالات الفريق. على فكرة بيرستاو كمان بتمرن كويس جدا، وعايز يرد على الجميع بمستوى رائع في الملعب، وبعت لي أنا شخصيا رسالة إنه هيقدم موسم أكتر من رائع مع النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله، لاعب لا خلاف على إمكانياته، بتشعر بحالة من الجدية، بحالة من التركيز في تدريب النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله دايما بالتوفيق ودايما بالانتصارات، محتاجين عندنا كم مباراة ورا بعضها. يحيى عطية الله خلاص دخل مع الفرقة بنسبة 100%، الدنيا عنده خلاص ظبطت، تركيز شديد جدا لكل اللاعبين بلا الاستثناء. وقلت لكم قبل كده اللي انتم بتشوفوه قدامكم ده نظام الإطالات الجديد، احنا ما كناش نعرفه على أيامنا، كانش فيه الحاجات دي، كانوا بيضحكوا علينا بيدربونا مدرجات وشغلانات وحدوته. بص اصرار خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، محمود كهربا، كهربا طبعا بيشيع البهجه دايما مع الفريق. الحاله النفسيه واضح بسم الله، نفسيه زي الفل، نفسيه 100 100. ادي دكتور جاب الله، الراجل عليه الحياه شغل كتير، وادي الحراس. يعني مصطفى مخلص المباراه امبارح الساعه 7، الساعة 9 كان في التمرين، تجمعهم من بدري في النادي. الشناوي حارس الأهلي الكبير، والحقيقة الكل عايز يعني ينول شرف المشاركة وإنه يبقى متواجد سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني. ما عندهمش وقت يضيعوه، محدش عنده وقت يضيعه. بقول لك الراجل ده مخلص الماتش الساعة 7 بالليل امبارح مع المنتخب، والنهارده 9 الصبح كان في تدريب النادي الأهلي، والشناوي على يعني أهبة الاستعداد. ونفس الأمر لو قلت لحمزة، لو قلت لمصطفى مخلوف، أشياء كلها جميلة بتأكد لك قد إيه الناس دي بتشتغل لصالح النادي الأهلي وصالح المنظومة كلها بالكامل من أولها لآخرها. بنتمنى لهم يا رب التوفيق إن شاء الله، وتبقى الدنيا حلوة، والأهلي يواصل انتصاراته ويواصل نجاحاته دائما وأبدا. ده كان أهم ما جاء في تدريب النادي الأهلي اليوم صباح.